واش اخوتنا تكون كاملين بخير، مرحبا بكم في فيديو جديد. فيديو اليوم على السناجب ان شاء الله، غادي نصيدو السناجب ونقول لكم كيفاش تنصيدوهم وغناكلوهم ونديرو شي كامله بيهم، حيت كيتكالو حيت ما كياكلوش شي حاجه اللي خايبه. كياكلوها اللحم كياكلوها سميتو، كياكلوها اللوز والكركاع والربع. المهم ما كيشربو لهم حتى هو، والله حتى كيشربو سميتو، وما كياكلوش شي حاجه خايبه بحال اللحم، بحال شي حاجه المهم اللي محرمه ما كياكلوهاش. داكشي علاش غادي ناكلوهم ان شاء الله. وخليتها عبد الغني لهي الله مورايا ليه كي مدي داك الجط، وانا جيت لهنا نصور لكم فيديو. ودخل شي وحدين هنايا ان شاء الله، خليكم مع الفيديو، غادي يكون شي حاجه هربانه ان شاء الله. او لايك لايك سبسكرايب كومونتير بارطاجي مع شي صحاب العائله، اي واحد كتعرفوا بارطاجي مع هذا الفيديو هذا، باش نزيد نعطيكم الفيديوهات ان شاء الله جداد وممكن جديد. خويا كتشوفوا معايا هاد الغار وحوار يكونوا هما اللي تيكونوا فيه، ولا شي حانت ولا شي حاجه بحال هكا. المهم هادي باينه ديالهم هي، حيت راه حجره هنايا الفوق وقيلا هما تيكونوا في هنايا. غير هنا الا كنتي غادي لهم ديك طريق الجد ميمكنش تديها ليهم، حيت ما كاينش كيفاش. اسمع الصوت ديالهم كتسمع الفوق، في بلاصه هنايا الفوق كتسمع، سمعتهم؟ وحنا مقاتلين والجو ديال الشتاء، طاح الشتاء. المهم نشوفو كيفاش غنصريو هاد الفيديو صح. سمعوا الرعدة الخوت، الرعدة كطيح، سمعوها، طاح شي شتا خايب واقع. وحنا بين باش الجبال هانتو، نص الجبال الدوار خلينا لتحت. حنا هنايا دابا والرعدة، خاصنا نهبطو دابا واقع، شدنا الشتا هنايا. عبد الغني تا هو ما عرفش فين زاد الكاميرا. تقلات قلت الكاميرا، قلت الكاميرا صح، ودابا كيتبان الشتا عجينا من تما في الشتا كاينه هاد الواد طاح في هاداك اللي في دايره. واش الخوض ما طاحت الشتا، جينا ريحنا نتسناو يأد العصا نعاودو نطلعو الفوق. عبد الغني راه فرحان ناشط. المهم فزقنا بدلنا حوايجنا وحنا مريحين في الدرب، الدرب تاع سيس تا هو، هاهو تا سيس الدرب ديالنا هذا لي دوا فيه عرف، فهمتيني؟ هاهو حنا لي حاكمين هاد البلاصة، حاكمين لازون هنايا، مكاينش لي يدوي هنايا. من الخوت بلي عد العصر نطلعو الفوق، عم ضحكو ما كاين والو بناتي، ماما رايح لي نتسناو عد العصر باش نطلعو الفوق ونتغداو نطلعو الفوق. واش الخوت نمشيو دابا نجيبو تيك جوين، حيت باقي الجو ديال الشتي كيفما كتشوفو معنا معايا، باقي ديك الضبابة وهادي، ونجيبوهم غير يتوضرو ولا شي حاجة ونجيبوهم. المهم شدينا دابا تلاتة دابا عندنا، المهم غنديرو بيهم شي كاملة اوتيكا تولي شي حاجة اسبيس. البلاد كيفاش دايرة هاي، البلاد كيفاش دايرة. نمشيو دابا نشوف واش دارو هادوك. السلام عليكم. واحد كانت الشتا مصورتوش ليكم، حيت كان واحد الشتا راه فغيمو بزاف تناض الواد، هما تشوفو معانا هادشي كامل في الفيديو. ما شدينا والو، وغنمشيو دابا للدار تال نشوفو يمشى تتصحى الشتا باش نمشيو لداك الجبل باش نغداو ولا نتغدا. المهم المهم إلا مكنتش غدا الشتا غنمشيو تماك نريحو، نريحو فواحد القنت حدا الريزو ليه في سميتو شي يقولو لي قال واو ناحية سميت نس بزين تنقمارين، بزين تنقمارين نريحو تما كنخيمو تما كنتاني غادي. واش الخوط هاد الفلوق اللي قلت لكم ديال السنة الجاية مبغاش كاع يكمل فهمتيني، 16 يوم ولا معرفت شحال وحنا كنصورو فيه فهمتيني. داز داك الشتا وداز داك الشي، دابا راه الشمس طونطونة ومبقيناش غنبغيو تشوفو ليه تحرك البيت بالليل. المهم جينا غير انا واحد الكوان هنا في الجبل الافيلال نريحو فيه، ناكلو فيه كاملة ديال السناجيب، كنعطيو هاد المذاق فغيمون واعر بزاف. دابا يلاه شدينا واحد غدرناه، مشينا عطينا نطلع هداك تيك جوال، نسر نسر شو 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 نسر 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 الخوط راه هو ليه
واي عبد الغني امتى 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 جميل لسميتها مش امتى انا هو جميل لا عند نسر جميل لا واحد دقايق المهم انا خوش احنا غادي دابا نطلع هذيك تكشف نعرف لنا شنو دايرو او نشوفو شنو دايرو انا شتا الله شتا تاني شي واحد وحتى ديال ديك نهارين فهمتيني كلينا وميتنا باقي شي وحدة عندها قالو شي شي كلاش ما كاعرفو في الدار قاليك باغي ربي ايوا حنا حنا مقاتلين يلاه معاكم وي التكيه اللي غريت غرستي فوت تسكت الفيديو بسم الله بسم الله الله يسحبك وين يا صاحبي سينونس إذا سيسنت يا كاينة واش نقلتي غدا ودابا هاي الكاميرا الزهر دغني تسرق قلت هاي تلقى أسد الكاميرا تفلعنا طيب علينا نربي كاين عشيرة وبلا مرحبا بكم في الكاميرا يلاه تشاو بالله تشاو واش الخوت دابا سالينا الفيديو ديالنا سالينا الماكلة وداك الشيء كامل بقى دابا فحالنا راه الشرفات كطلع او تصور الخوت شاهين هذا بصح ونمشيو للدار نتكاو شوية صور لايك لايك سبسكرايب كومنتي بارطاجي مع شتان صحاب العائلة أي واحد كتعرفو بارطاجي مع هاد الفيديو هادي والعزيز بكم كاملين متنساش تدخلو عندي الانستغرام او في الصفحة ديال الفيسبوك ونشوف عليكم كاملين